أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. كنا تناولنا في الحلقة السابقة بداية الجهاز الهيكلي في الإنسان تحت عنوان الدعامة في الإنسان، والجهاز الهيكلي هو ممثل الدعامة. تناولنا في الجهاز الهيكلي الهيكل العظمي، وقلنا إن الهيكل العظمي هو عبارة عن 206 عظمة بتختلف فيما بينها في الشكل وفي الحجم، وقلنا سبب لاختلاف العظام عن بعضها في شكلها وفي حجمها يرجع لاختلاف الوظيفة التي يقوم بها هذه العظام، فالعظم القصير له وظيفة والعظم الطويل له وظيفة أخرى، العظم المقوس له وظيفة والعظم المستقيم له وظيفة أخرى وهكذا، فلكل عظمة شكل وحجم يتناسب مع الوظيفة التي يقوم بها هذه العظام. العظام تشكل 206 عظمة، تشكل هيكل سميناه هيكل محوري وهيكل اسمه هيكل طرفي. والهيكل المحوري هو جزء من الهيكل العظمي، بل بالعكس ده هو الأساس لأنه هو المحور، فهو بيكون من عمود فقاري وقفص صدري والجمجمة. ويعتبر الدعامة الأساسية للهيكل المحوري هو العمود الفقاري المكون من 33 فقرة والمكون في نفس الوقت من 26 عظمة. طيب الهيكل الطرفي بما يشمله من أحزمة وأطراف. كلمة حزام معناها نوع من العظام يعمل على ربط الأطراف بالهيكل المحوري، أداة اتصال، أداة ربط الذي يربط الطرف العلوي والطرف السفلي بالهيكل المحوري هي الأحزمة. وإحنا عندنا نوعين في جسمنا من الأحزمة، حزام صدري وحزام حوضي. الحزام الصدري هو الذي يتم من خلاله اتصال الطرفان العلويان بالهيكل المحوري وليس بالعمود الفقري كما يقال. وقلنا أن الحزام الصدري يتكون من أربع عظام، عظام بطنية وعظام ظهرية. البطنية هي عظام الترقوة والظهرية هي عظمتها لوح الكتف. أين يوجد التجويف الأروح؟ التجويف الأروح يوجد في الطرف الخارجي المدبب لعظمة لوح الكتف، تجويف عشان تستقر فيه رأس عظمة العضد عشان تعمل مفصل الكتف. عظمة الترقوة على قد ما هي صغيرة وقصيرة وملتحمة من الطرفين إلا أنها من العظام القوية التي تتحمل أثقال وأوزان. عظمة لوح الكتف ملتحمة من الأمام مع عظمة الترقوة من الطرف الخارجي لها، طبعا هي عظمة ظهرية، ولكنها غير ملتحمة من الداخل مع أي عظام أخرى. شكلها مثلث، جزءها العريض للداخل وجزءها المدبب للخارج اللي فيه التجويف، فالتجويف يصنع في عظمة لوح الكتف ولا يشارك عظمة الترقوة فيه، ملوش علاقة بالتجويف، التجويف تبع لوح الكتف. رأس عظم العضد بتصنع مع لوح الكتف مفصل الكتف. خلي بالك بقى في عظمة العضد لما جينا شرحناها قلنا ان هي بتبتدي برأس وتنتهي بنتوء داخلي، لازم تبقى فاهم بدايتها ونهايتها. الرأس في التجويف الأروح، اما النتوء الداخلي فبيستقر في تجويف اعلى عظمة الزند الثابتة، وهناك زند وهناك كعبرة، والكعبرة أصغر قليلا من الزند، والكعبرة متحركة والزند ثابت، والكعبرة تتصل من أسفل بعظام رسغ اليد كصف أول، بينما عظمة الزند تبدأ بتجويف يستقر فيه النتوء الداخلي لعظمة العضد. رسغ اليد 8 عظام في صفين، عظام منتظمة الشكل، وراحة اليد 5 عظام وسلميات اليد 14 عظمة. هكذا يكون الطرف العلوي 30 عظمة ويبقى الطرفين ب60 عظمة، ويضاف ليهم 4 عظام، حزام صدري يبقى 64 عظمة. الحزام الحوضي بيكون من نصفين متماثلين، وكل نصف يتكون من 3 عظام ولكنها التحمت معا فتعمل كعظمة واحدة، هي عظمة الحرقفة وعظمة الورك وعظمة العانة البطنية أو الأمامية، والحرقفة طبعا تعرفين ان هي ظهرية او خلفية. التجويف الحوقي اين يوجد؟
يقع التجويف الحقي عند التقاء الثلاث عظام معاً. عظمة الحوض عظمة واحدة مكونة من ثلاث عظام ملتحمة، عدد عظام الحوض عظمتين فقط وليس ستة. هما ستة لكنهم التحموا ثلاثة وثلاثة فأصبحوا عظمتين. تجويف الحقي تجويف أكثر عمقا من تجويف الأروح، ورأس عظمة الفخذ أكثر استدارة من رأس عظمة العضد. رأس عظمة الفخذ تستقر بكاملها داخل تجويف الحقي لتصنع مفصل الفخذ، وبالتالي عظمة الحرقوفة والورك والعانة صنعوا مع الفخذ المفصل الفخذي. ومفصل الفخذ هوصفه زي ما وصفته مفصل العضد، يبدأ برأس وينتهي بنتوءين، بينما في العضد يبدأ برأس وينتهي بنتوء واحد. النتوءين في عظمة الفخذ بترتكز على عظمة القصبة ولا تشارك الشظية في هذه الاتصالات، وبالتالي تصنع مفصل الركبة الذي يقع أمام مفصل الركبة عظمة مستديرة تسمى عظمة الرطفة، وهي عظمة صغيرة تحافظ على أربطة أو على مفصل الركبة من الاصطدام. عندي قصبة وعندي شظية، دول ساق الرجل. القصبة بتكون الأكبر حجما والشظية بتكون الرفيعة وتكون للخارج، لكن القصبة للداخل. والعظمتين يختلفوا عن القعبرة والزن لأن ملتحمين من أعلى وملتحمين من أسفل، مفيش واحدة منهم متحركة ومفيش منهم واحدة ثابتة، كلاهما ثابتين. ويؤدي عظمة القصبة إلى رسغ القدم، ورسغ القدم يتكون من سبع عظام يختلف فيها عن رسغ اليد في الشكل وفي الحجم وفي العدد، فعددها سبعة ورسغ اليد ثمانية، وموجودة غير منتظمة الشكل على عكس رسغ اليد تكاد تكون منتظمة الشكل في صفين. أكبر عظمة في رسغ القدم هي عظم الكعب، وده لحكمة ربنا أن يكون هناك عظمة كبيرة يرتكز عليها الجسم، فوزن جسمك يرتكز على عظم الكعب، عشان كده عظمة الكعب لازم تكون كبيرة. ومشط القدم، مشط القدم عبارة عن خمس عظام رفيعة وطويلة تنتهي بالأصابع، والأصابع خمسة وكل إصبع يتكون من ثلاث سلميات عدا الإبهام يتكون من سلميتين. وبالتالي يصبح عدد عظام كل طرف من الطرفين السفليين هو عبارة عن 30 عظمة. عظمة الفخذ وعظمة الساق قصبة وشظية أدي ثلاثة، وأمام مفصل الركبة عظمة مستديرة تسمى الرطفة أدي أربعة، بنضيف عليهم سبعة من رسغ القدم يبقى 11، وخمسة أمشاط يعتبروا 16، وبالتالي عدد السلميات 14، لذا يكون المجموع 30 عظمة. 30 عظمة طرف أيمن، 30 عظمة طرف أيسر، مجموع الطرفين السفليين 60، يضاف عليهم عظمتي الحوض، فيكون عدد عظام الحزام الحوضي بالطرفين السفليين 62، ليصبح الهيكل الطرفي كله 64، و62 يبقى 126 عظمة. دي عدد عظام الطرفين العلويين والسفليين مع الحزامين الصدري والحوضي. ده كان المتعلق بالجهاز الهيكلي والأجزاء المكونة له. النهاردة بنكمل وبناخد ما يتبقى من هذا الجهاز وهو الغضاريف. الغضاريف نسيج ضام زيه زي العظم، كلاهما من نفس نوع النسيج اللي هو نسيج ضام، مع اختلاف أن العظام يزداد فيها نسبة الكالسيوم فتعطي خلايا العظام صلابة وقوة بسبب أيونات الكالسيوم. أما الغضاريف فهي نسيج لين طري يتحمل الضغط، يقدر يحصل له نوع من الليونة أو المرونة اللي احنا بنقدر نشوفها في الغضاريف، ده بسبب غياب أيونات الكالسيوم. تبقى الغضاريف نسيج ضام يخلو منه أيونات الكالسيوم، ما فيهوش أيونات الكالسيوم. طيب الغضاريف ديت هل تحتوي على أوعية دموية؟ نبص كده وناخد أي قطع في غضروف، أي قطع في غضروف في الفرخة في أي حاجة، ستجد أن الغضاريف بلا أوعية دموية. في أي كائن الغضاريف بلا أوعية دموية. ليه بقى؟ لأن الغضاريف دائمة الاحتكاك ببعضها، والاحتكاك قد يؤدي إلى تمزق هذه الأوعية الدموية فيحدث نزيف.
فحماية للأوعية الدموية من النزيف أصبحت لا وجود لها في الغضاريف. يبقى لما أجي أعرف بداية، الغضاريف هي نسيج ضام بيتكون من خلايا غضروفية تخلو من أيونات الكالسيوم. أين توجد الغضاريف؟ أقدر أحدد الغضاريف في أماكن مختلفة من الجسم. يعني بداية، لو أنا قلت دي قطعة عظم وبتنتهي برأس كده أو انتو، ودي قطعة عظم أخرى بيشكلوا مع بعض مفصل، أين توجد الغضاريف؟ أجد أن الغضاريف طبقة رقيقة شفافة تغطي أطراف العظام عند المفاصل. يبقى اللي أنا حددته بالأسود ده يعتبر الغضاريف. ومن هنا أقدر أشتق أو أستنتج أهمية الغضاريف. يبقى الغضاريف مكانها فين؟ مكانها تغطي أطراف العظام عند الإيه؟ عند المفاصل. أدي مكان. مكان تاني، لو عندي المرة دي العظام في شكل فقرات بهذا الشكل زي الفقرات القطنية، عدد من الفقرات اهي، وليكن الفقرة مثلا 19 او 20 و21 و22، فقرات قطنية 20 21 22، اين توجد الغضاريف؟ توجد الغضاريف بين الفقرات وبعضها. يبقى الجزء اللي بين الفقرة دي والفقرة دي يعتبر غضروف. يبقى الغضروف مش بس ليغطي اطراف العظام، لا ده له مكان تاني. يبقى الاماكن اللي بحددها زي ما الرسم بيقول كده بالظبط، الغضاريف تغطي اطراف العظام او نهايات العظام عند المفاصل، وايضا توجد بين العظام المتجاوره كما في فقرات العمود الفقري. يبقى اكتر من مكان. طيب ايه تاني موجوده فين؟ موجوده في الانف، موجودة في الأذن، موجودة في القصيبات الهوائية، موجودة في الشعيبات الهوائية، مش بس في المناطق دي. لكن اللي في المناطق دي لها وظيفة، لكن اللي في الأنف والأذن والقصبة الهوائية لها وظائف بعيدة عن هذه الوظيفة. نقول ما أهمية الغضاريف اللي موجودة ما بين المفاصل وبعضها أو بالعظام وبعضها، سواء اللي كانت بتغطي أطراف العظام، سواء اللي كانت موجودة بين الفقرات وبعضها. كلاهما يحمي العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر. يبقى حددنا هنا الوظيفة. محدش بقى يقول لي هل وظيفة غضروف الأنف ينطبق عليها الوظيفة دي أو الأذن؟ مفيش احتكاك. طب لما هو مفيش احتكاك، ما أهمية أن تكون الأنف والأذن من الغضاريف وليس من العظام؟ لحمايتها، لأن الأنف لو كانت من العظام وهي بارزة، والأذن لو كانت من العظام وهي بارزة، ويسهل الاصطدام والاحتكاك والارتطام بأجسام صلبة قد يؤدي إلى كسرة. لكن كونها من الغضاريف والغضاريف لا تنكسر لأنها نسيج لين أو مرن، يبقى في النهاية أنا بحميها من الكسر. يبقى ده بالنسبة للأنف والأذن. طب القصيبة الهوائية والشعب الهوائية ليه تكون حلقاتها كلها من الغضاريف؟ علشان لما يجي تاخد شهيق عميق وزفير لازم يحصل اتساع في الشعب الهوائية، وده مش هيحصل لو كان من العظم. كمان لما يجي المريء يضغط زي ما انت اتعلمت في تانية ثانوي، يبقى يضغط على جسم لين مرن من الغضاريف فيسمح له بالتمدد، ده بالنسبة للمريء. تبقى هنا مهم جدا تبقى عارف ان الغضاريف ليست في جسمك كلها تقوم بوظيفة واحدة، لكن احنا بنركز دايما على اللي يهمنا في الجهاز الهيكلي، اللي يهمنا في الجهاز الهيكلي. فغضاريف الأنف لا علاقة لها في الجهاز الهيكلي، ما هيش بتغطي نهايات العظام، ما هيش مسؤوليتها حماية العظام من التآكل أو الأذن، ولكنها صنعت من الغضاريف حتى لا تتعرض كثيرا للكسر، عشان لو كانت عظمة هتتكسر كتير. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا اماكن الغضاريف ووظيفة الغضاريف. هتكلم على اماكن الغضاريف بوجه عام، لكن لما اتكلم على وظيفة الغضاريف هتكلم على وظيفة الغضاريف الموجودة عند المفاصل، حماية العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر. ده بالنسبة لمفهوم كلمة الغضاريف.
لما أسألك سؤال، إذا كانت الغضاريف لا تحتوي على أوعية دموية، فكيف تحصل على الغذاء المهضوم؟ وكيف تحصل على الأكسجين؟ وكيف تتخلص من ثاني أكسيد الكربون أيضا؟ هنا خلايا الغضاريف خلايا حية، لازم تحصل على طاقة، لازم تحصل على غذاء مهضوم وأكسجين، وتعمل تنفس مثلها مثل أي خلية. ولذلك تحصل على الغذاء المهضوم وتحصل على الأكسجين من العظام بالانتشار. يبقى في أوعية دموية في العظم؟ آه، في أوعية دموية في العظم، في أوعية دموية في العظم بينقل لخلايا العظم أكسجين وبينقل ليها غذاء مهضوم، وبعد كده تنتقل من خلايا العظام إلى خلايا الغضاريف بالانتشار من الأعلى تركيزا إلى الأقل تركيزا، فتحصل الغضاريف على نصيبها من الغذاء المهضوم. بس طبعا بياخد وقت أطول وزمن أطول، عشان كده علاج الغضاريف باستخدام مضادات حيوية لعلاج التهاب في الغضاريف بيتأخر كتير. ليه؟ لأن مفيش أوعية دموية تنقل له المضاد الحيوي إلى الخلايا بشكل مباشر، ده لازم يمر على مرحلة أولى إلى العظام، وبعدين من العظام إلى الغضاريف، فبيستغرق وقت أطول ومش كل الكمية بتوصل، فبيتأخر العلاج. فعشان كده التهاب الغضاريف بيتأخر جامد جدا. الغضاريف ما فيهاش أوعية دموية، لأن الغضاريف بتحتك ببعضها باستمرار عند المفاصل، والاحتكاك المستمر قد يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية وحدوث نزيف، لذا فالغضاريف بلا أوعية دموية. واحد يقول لي طب أنا لما أبص في المراية وأشوف الأذن أو أشوف الأنف أنا بشعر إن فيهم دم، هي دي مش غضاريف؟ غضاريف، ولكن الدم موجود في الجلد، فالجلد الذي يغطي كل من الأذن ويغطي الأنف هو عبارة عن نسيج يحتوي على أوعية دموية. كريم ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا كريم؟ الله يخليك يا مستر، عامل ايه؟ ايه الحمد لله، ربنا يبارك فيك. احكي لي ايه الموضوع؟ ما مدى صحة العبارات الآتية؟ ما مدى صحة العبارات الآتية؟ واحد، توجد المفاصل الغضروفية بين جميع فقرات العمود الفقري. توجد المفاصل الغضروفية بين جميع فقرات العمود الفقري، كل فقرات العمود الفقري، مش كده؟ طيب. ولا يصل الدم إلى الغضاريف. اتنين، ما مدى صحة لا يصل الدم إلى إلى الغضاريف؟ الغضاريف. أشكرك يا كريم، في عندك أي حاجة شكرا. تاني؟ لا بس شكرا. طيب، اسمعني بقى إن شاء الله من التلفزيون وسجل الإجابة اللي أنت عايز توصل لها. السؤال الأولاني كريم بيقول توجد المفاصل الغضروفية بين فقرات العمود الفقري، هل بتوجد بين كل فقرات العمود الفقري؟ هذه العبارة غير صحيحة، عبارة خطأ. فالمفاصل الغضروفية توجد بين الفقرات العنقية والصدرية والقطنية فقط، لأنها فقرات متمفصلة، ولا توجد مفاصل غضروفية بين الفقرات العجزية والفقرات العصعصية، لأنها فقرات ملتحمة. كده العبارة خاطئة، ولازم أعمل تفسير وصحح الخطأ هنا إزاي. اتنين، لا يصل الدم إلى الغضاريف، هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ العبارة صحيحة، لا يصل الدم إلى الغضاريف لعدم وجود أوعية دموية في نسيج الغضاريف. مفيش أوعية دموية يبقى مش هيوصل دم، مش معنى إن مش هيوصل دم يبقى مش هيوصل غذاء مهضوم ومش هيوصل أكسجين، وإلا ستموت خلايا الغضاريف. لا، هتوصل لها، ولكنها ستصل إليها من خلايا العظام المجاورة لها بالانتشار. نرجع بقى، خلصنا طبعا كلمة مفهوم الغضاريف وعرفنا أهميتها، إن هي بتحمي العظام من التآكل. لكن معانا عمر من القاهرة. ألو، السلام عليكم، ازيك يا مستر؟ الله يسلمك، ازيك يا عمر؟ كويس الحمد لله. ايه اخبار الدنيا حواليك؟ كويس الحمد لله. مستعد استعداد قوي السنة دي؟ اه الحمد لله. طيب قول لي ايه اللي انت محتاجه في الاحياء مني؟ مكتوب المصطلح العلمي. مصطلح الهرمون الذي يؤدي نقص افرازه في الشخص البالغ. الهرمون الذي يؤدي نقص افرازه في الشخص البالغ. نقص افرازه في الشخص البالغ الى هبوط مستوى التمثيل الغذائي. هبوط التمثيل الغذائي. طيب احنا عموما لسه في الدعامه والحركه، وانا عارف يمكن تكون انت سابقني شويه في الهرمونات، فاحنا هنحاول برضو
نحاول نجاوب، بس مش عايزين نسبق شويه بالاسئله. ماشي. الهرمون اللي بيؤدي نقص افرازه في الشخص البالغ الى هبوط التمثيل الغذائي هو هرمون الثيروكسين، ويسمى بهرمون النشاط، ونوع التمثيل الغذائي بتاعه عمليه هدم. نوع التمثيل الغذائي هدم، هو اللي بيعمل او بيساعد الخلايا على انها تاكسد الجلوكوز وانتاج الطاقه. عشان كده لما يبقى عندك شويه ثيروكسين عاليين يبقى معناها ان انت عندك كميه طاقه عاليه. عاليه. يبقى كده اسمه تمثيل غذائي، وانت تعلم كلمه التمثيل الغذائي هي كلمه بناء وكلمه هدم، لكن المعني بالامر هنا هو عمليه الهدم فقط مش عمليه البناء. عندنا بناء زي جي اتش، هرمون له علاقه بالبناء، بيبني بروتين المره دي، لكن اللي بيهدم الجلوكوز وبيديك طاقه بينظم لك كميه الطاقه حسب حاجه الجسم هرمون اسمه الثيروكسين اللي بيفرز من الغده الدرقيه يا عمر. ماشي تمام. اشكرك يا حبيبي. في اي سؤال تاني؟ حضرتك هسال سؤال بس يعني حتى مش لازم. ها. هو بيقول علل الفص الامامي للغده النخاميه اكثر. الفص الامامي للغده النخاميه اكثر اهميه من الفص الخلفي. اكثر اهميه من الفص الخلفي. هو احنا هنكتب الستة. نعم. هنكتب الستة اهميه بتاعت الفص الامامي بعد كده الاهميه. انت ممكن تجاوب من غير ما تذكر الستة هرمونات، ممكن تقول لان الهرمونات التي تفرز من الفص الامامي اكثر عددا من الهرمونات التي تفرز من الفص الخلفي. تمام. لو عايز توضح اكثر مفيش مانع، طالما ان انت المعلومه عندك كامله. حيث يفرز الفص الامامي ستة هرمونات هي كذا، بينما يفرز الفص الخلفي هرمونين فقط هما كذا. كذا تمام. انت ذكرتهم، طالما ان انت كده كده المعلومه ما شاء الله في ذاكرتك، ودايما عود نفسك لما تبقى في امتحان وامتحان مصيري ما تسيبش نفسك للظروف. يعني ايه؟ يعني اكتب كل حاجه، وانا كمقدر اخد اللي يعجبني واللي مش عاجبني هسيبه مش هحاسبك عليه. يعني زي ما انت دلوقتي بتسالني اكتب الست هرمونات، لو انت في امتحان اخر السنه بقول لك اكتبهم حتى لو هم مش عايزينهم، طالما ان هم موجودين عندك في ذاكرتك وتقدر ان انت تذكرهم. فالفص الامامي اكثر اهميه من الفص الخلفي، لان الفص الامامي يفرز عدد اكبر من الهرمونات من الفص الخلفي. ماشي. شكرا يا مستر. اشكرك يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نرجع بقى لمفهومنا عن المفاصل. احنا خلصنا كده من الغضاريف وعرفنا كل ما يتعلق بالغضاريف والاسئله اللي ممكن تيجي في الغضاريف، مكانها، اهميتها، كيف تحصل على غذائها، وما سبب عدم وجود اوعيه دمويه فيها. المفاصل، انتوا عارفين ان جسمنا فيه عدد كبير من المفاصل، لكن مش مطلوب منك تذكر هذا العدد، على عكس عدد العظام. عدد العظام 206 عظمه، لا لازم اعرف ال 206 عظمه، لكن عدد مفاصل في جسمك اقدر اقول العدد ده مقسم الى ثلاثه انواع. بس يعني كلمه مفصل؟ الكوع مفصل، الكتف مفصل، الركبه مفصل. يعني مفصل؟ المفصل هو موضع التقاء عظمتين او اكثر. يبقى ده تعريف المفصل، حتى ولو كان التعريف ليس له وجود في كتاب الوزاره، بس ده استنتاجي. المفاصل أو المفصل هو موضع التقاء عظمتين أو أكثر. طب ما تيجي نقسم المفاصل دي في جسمنا كام نوع؟ هنقسمهم ثلاث أنواع. في مفاصل بسميها مفاصل ليفية، وفي مفاصل هسميها مفاصل غضروفية، وفي مفاصل هسميها مفاصل زلالية. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من المفاصل: ليفية، غضروفية، زلالية. نبتدي بالمفاصل الأول الليفية، اللي هي أين توجد المفاصل الليفية؟ موجودة بين عظام الجمجمة في الجزء المخي بتاعها. واضح إن كل العظام بينها وبين بعضها كان فيه نسيج ليفي، عشان كده سميتها مفاصل ليفية. طيب هل بقيت بعد ولادة الطفل الصغير بشكلها الطبيعي ان المفاصل موجوده بين العظام وترتبط العظام ببعضها بنسيج ليفي، عشان كده سميتها مفاصل ليفيه؟ يبقى سميتها مفاصل ليفيه لانها ترتبط العظام ببعضها بنسيج ليفي، ولكنها لن تستمر هكذا. هيحصل تعديلين اتنين عليهم. نمره واحد، هتلتحم العظام
عن طريق اطرافها المسننه. يبقى اطراف العظام بتاعت الجمجمه هتلتحم مع بعضها عن طريق اطراف مسننه عشان تشكل لك علبه المخ، العلبه العظميه يعني، او علبه الجمجمه. اتنين، النسيج الليفي مصيره ايه؟ النسيج الليفي هيتحول الى نسيج عظمي، هيبتدي يخش فيه ايونات كالسيوم. يبقى النسيج الليفي تحول الى نسيج عظمي، يبقى حاجتين اتنين حصلوا على المفاصل الليفيه. نمره واحد، هتلتحم اطراف العظام عن طريق، او تلتحم العظام عن طريق اطرافها المسننه، ويتحول النسيج الليفي الى نسيج عظمي. من هنا بقت عظام قويه عشان تحمي المخ. ده اسمه مفصل ليفي على اسم مسمى قديم لما كان بينه وبين نسيج ليفي. طب من حيث الحركه، لا ما بيتحركش، عشان كده المفاصل الليفيه في الشخص البالغ لا تتحرك، مفيش نوع من انواع الحركه، عشان العظام التحمت خلاص ببعضها وتحول النسيج الليفي الى نسيج عظمي. المثال خلاص كلنا عارفين مثاله، هي المفاصل اللي موجوده في الجمجمه اللي التحمت من خلال اطرافها المسننه وتحول فيها النسيج الليفي الى نسيج عظم. النوع الثاني من المفاصل وهي المفاصل الغضروفيه. لازم تعرف سبب التسميه، ليه سموه مفصل غضروفي؟ عندما تقع الغضروف او الغضاريف بين العظام المتجاوره يطلق على هذا المفصل مفصل غضروفي. طب المفاصل الغضروفيه دي لما اجي ادور عليها في جسمي الاقيها فين؟ الاقي المفاصل الغضروفيه دي بين فقرات العمود الفقري، لان بين كل فقره وفقره في قرص من الغضروف. على فكره الغضروف اللي موجود ما بين العظم والعظم يختلف عن الغضروف اللي بيغطي اطراف العظام. فالغضروف اللي بيغطي اطراف العظام ونهايات العظام عند المفاصل طبقه رقيقه مش سميكه، شفافه مش معتمه، ملساء ناعمه، تفهمين؟ لكن الغضاريف اللي بتفصل ما بين الفقرات بتاعه العمود الفقري ليها شكل مختلف، فهي سميكه وليست رقيقه، معتمه مش شفافه، مش رقيقه وشفافه، معتمه وسميكه. عشان كده تتحمل الاحتكاك اللي بيتم ما بين فقرات العمود الفقري اثناء الحركه. مفاصل غضروفيه مكانها فين؟ توجد بين فقرات العمود الفقري، واقصد بيها عنقيه وصدريه وقطنيه، ما اقصدش بيها لا عجزيه ولا عصعصيه. طب الحركه؟ حركه هذه المفاصل حركه محدوده، تسمح بحركة محدودة مش حركة واسعة. مع التدريبات والتمرينات ممكن تزيد مدى الحركة. الناس فاكرة ان الفقرات محطوطة فوق بعضها بدون ان ترتبط، لا، ترتبط ببعضها بروابط، هقول عليها زي الرباط والوتر اللي هنقول عليهم بعد كده، في رباط. يعني الفقرات مش سايبة، الفقرات ملتحمة ببعضها وتساعدها في عملها النتوءات. فالنتوء الشوكي يسمي لها ارتكاز على اللي قبلها، والنتوءات المفصليه تعمل تمافصل مع الفقرات اللي فوق واللي تحت، والنتوءات المستعرضه في الفقرات الظهريه بيلتحم من خلالها الضلوع. فالنتوءات لها دور ساعدت في عمل الفقره العظميه. الفقرات مثبته وليست سائبه، الفقرات بينها وبين بعضها مفاصل غضروفيه. ثالث نوع من المفاصل هي المفاصل الزلالية، ونفس الاسم، خلي بالك أنا كل مرة بقول اسم بفسر لك اسمه جه منين. فلما قلت لك مفاصل ليفية قلت لك عشان اللي بيربط بين العظام المتجاورة في الجمجمة كان نسيج ليفي، ولما قلت لك مفاصل غضروفية قلت لك عشان اللي بيصل ما بين العظام بعضها أو بيفصل بالعظام بعضها غضاريف، عشان كده سميتها مفاصل غضروفية. وسميت المفاصل دي زلالية بقى المرة دي ليه؟ لأن بيوجد بين العظام وبعضها سائل زلالي، في سائل زلالي بالإضافة للغضاريف. المفاصل الزلالية موجودة في معظم جسمك، مفاصل زلالية. بتتميز المفاصل دي بأنها مغطاة بطبقة رقيقة شفافة ملساء من الغضاريف. يبقى العظم ده، العظم اللي هيلتقي مغطى بطبقة رقيقة وشفافة
وملساء ناعمة من هذه الغضاريف، مش سميكة، مش كبيرة أو زي ما بيقولوا معتمة، لا. الطبقة الشفافة دي لحد ما الملساء جدا الرقيقة جدا بتغطي أطراف العظام، لكن ما بتحتكش ببعضها بشكل مباشر. في ما بينهم وبين بعض الغضاريف ديت في سائل زلالي لا وجود له في المفاصل الليفية ولا وجود له في المفاصل الغضروفية. عشان كده لا يوجد السائل الزلالي إلا في المفاصل الزلالية، وسمي زلالي لأن السائل مصلي، سائل يشبه زلال البيض، سائل فيه نسبة لزوجة تساعد على عمله، محتاج سائل أشبه بالزيت اللزج عشان تبقى في نوع من الاحتكاك الضعيف ما بين الغضاريف وبعضها، فبتسهل عملية الحركة ولا تحتك الغضاريف ببعضها فيحدث لها خشونة أو تآكل. يبقى الغضاريف هنا بتتحرك بكل سهولة نظرا لوجود السائل الزلالي، وبالتالي بتكون بأقل احتكاك بيتم ما بين. دي كانت المفاصل الزلالية. كمان المفاصل الزلالية مفاصل مرنة تقدر تتحمل الصدمات، فأي اصطدام في مفصل من المفاصل دي بيقدر يتحمل الصدمة. كمان شوف لاعب الباسكت وهو بيطلع يرمي كرة الباسكت وينزل على مشط القدم، مشط القدم بيخبط في عظمة القصبة، وعظمة القصبة المفروض تخبط في عظمة الفخذ. ليه مفيش اصطدام قوي بين العظام دي؟ لا تصطدم العظام ببعضها نتيجة نزول لاعب الباسكت على سطح الأرض أو بعد ما بيلعب الكرة، علشان السائل الزلالي أكسب هذه المفاصل نوع من المرونة الخاصة. يبقى المفاصل الزلالية مفاصل تتحمل الصدمات، مفاصل مرنة، مفاصل تحتوي على سائل زلالي يقلل من احتكاك العظام ببعضها أو احتكاك الغضاريف المغطاة للعظام ببعضها. السائل سموه سائل مصلي، بيسهل من انزلاق الغضاريف اللي بتغطي أطراف العظام، وبالتالي بتبقى الحركة سهلة. حاجتين اتنين مهمين جدا في المفاصل الزلالية، نمرة واحد وجود الغضاريف الطبقة الرقيقة، اتنين وجود السائل الزلالي. طب لما نيجي نسأل نوع الحركة، هل المفاصل الزلالية كلها بتتحرك بمستوى واحد من الحركة، بمدى واحد من الحركة؟ لا طبعا، في مفاصل بيسموها مفاصل محدودة الحركة، وفي مفاصل بيسموها مفاصل واسعة الحركة. المفاصل محدودة الحركة أن يتحرك العظم في اتجاه واحد بس، مفصل الكوع، عظم الساعد تحرك ازاي؟ عظم الساعد زي ما انت شايف في اتجاه، في حركة في اتجاه واحد. يبقى مفصل الكوع بيقولوا عليه مفصل محدود الحركة لأن العظم يتحرك في اتجاه واحد فقط. طب شوف بقى مفصل الكتف، تقدر تحرك ايدك كده، ادي اتجاه ممكن كده، ممكن اتجاه كده، يعني ما شاء الله بتقدر تحرك رأس عظمة العضد في التجويف الأروع، مما يجعل عظمة العضد تتحرك في اتجاهات مختلفة. حركتها في اتجاهات مختلفة صنعت مفصل واسع الحركة. يبقى المفاصل نوعين، مفاصل محدودة الحركة، أنا بتكلم على الزلالية، ومفاصل واسعة الحركة. فإذا كانت حركة العظم في اتجاه واحد فقط فتصنع مفصل محدود الحركة، وإذا تحرك العظم في اتجاهات مختلفة فإن المفصل واسع الحركة. تبقى المفاصل محدودة الحركة وواسعة الحركة دي المفاصل الزلالية، بينما في الغضروفية هي ذات حركة محدودة، بينما في المفاصل الليفية هي عديمة الحركة. فالمفاصل قسمتها من حيث النوع، وأيضا كمان أرفقت مع كل نوع نوع الحركة فيه. طب الأمثلة، المفاصل الليفية مفاصل الجمجمة، المفاصل الغضروفية مفاصل العمود الفقري، المفاصل الزلالية معظم مفاصلك زلالية. واستشهد بقى، عندك مفاصل زي مفصل الكوع والركبة هي مفاصل محدودة الحركة، وعندك مفصل الفخذ
ومفصل الكتف مفاصل واسعة الحركة. العظم إذا تحرك في اتجاه واحد فقط فالمفصل محدود الحركة. إذا تحرك العظام أو العظم في اتجاهات مختلفة فهو واسع الحركة. ده كان مفهوم المفاصل التلات أنواع. أقارن بينها ماشي، أعلل بينها ماشي. إذن المفصل تلات أو المفاصل ثلاثة أنواع. نقدر نبص بشكل كده على الفيديو دوت ونقدر نستنتج مع بعض المفاصل التلاتة. تعال نبتدي بالجمجمة كده ونشوف. الجمجمة أكيد المفاصل فيها زي ما اتفقنا إن هي مفاصل ليفية. طب والعمود الفقري اللي بيساعده على الحركة، حركة الرأس؟ أكيد المفاصل زي ما اتفقنا مفاصل غضروفية. طب لما أروح لمفصل زي مفصل الركبة ومفصل الفخذ وهو بيتحركوا كده، ده مفاصل زلالية. يبقى استعرضنا الثلاث أنواع من خلال الهيكل اللي قدامنا. مفاصل في الجمجمة مفاصل ليفية، مفاصل العمود الفقري مفاصل غضروفية، مفاصل الركبة ومفاصل رسغ القدم، مفاصل الفخذ، مفاصل الكوع، كل دي تعتبر مفاصل زلالية والحركة فيها بتختلف زي ما اتفقنا، قد تكون محدودة وقد تكون واسعة الحركة. بوضح لك طبعا الاطراف المسننه اللي في الجمجمه خلت ايه بقى، التحمت ببعضها وتحول النسيج اللي فيه الى نسيج عظمي، فاصبحت مفاصل عديمه الحركه. مفيش حركه في الجمجمه كلها الا في الفك السفلي بس. طبعا دي خلقت عظام قويه. طيب نيجي لحركه العمود الفقري. شايفين ساعدت على حركة طبعا الرأس فوق تتحرك، وأيضا النصف العلوي من الجسم. طب المفاصل بقى الزلالية؟ لا، المفاصل الزلالية دي ممكن تبقى الحركة فيها حركة واسعة وممكن تبقى الحركة فيها حركة محدودة، بما يساعدك على إنك تمارس الأنشطة اللي أنت عايز تمارسها. يبقى إحنا عندنا دلوقتي مجموعة من المفاصل، مفاصل ليفية، مفاصل غضروفية، ومفاصل زلالية. يتبقى من الجهاز الهيكلي بتاعنا حاجتين اتنين، أربطة وأوتار. في فرق ما بين كلمة رباط وفي فرق بين كلمة وتر، مع إن كلاهما نسيج ضار في شكل ألياف طويلة. يبقى هو نسيج من أنسجة ضامة توجد على شكل حزم علشان تربط العظام ببعضها. فكلمة أربطة معناها حزم منفصلة من أنسجة ضام، ونوع النسيج الضام ضام ليفي. يبقى نوع النسيج الضام اللي بيشتغل في الأربطة أو موجود في الأربطة ضام ليفي. بيربط بين مين ومين؟ الأربطة بتربط ما بين العظام وبعضها عند المفاصل، بتربط ما بين العظام وبعضها عند المفاصل. أكيد الأربطة بتحدد لك مع شكل العظم اللي موجود عند المفصل بتحدد لك حركة العظام في اتجاهات مختلفة. فعشان كده في واسع وفي محدود. العظام برضو ليها دور في حركة المفصل، مقدرش اتجاهله، لكن كمان لازم تبقى الأربطة على درجة عالية من المرونة عشان مرونتها تسمح لها بالتمدد زي الأستك كده، فلما تتمدد تسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة. يبقى العظم مش هيتحرك في اتجاهات مختلفة إلا بناء على ما تسمح له التمدد الذي يحدث في الرباط. هيتمدد قد إيه؟ عشان كده قد يكون بعضنا مفاصله أكثر حركة واتساعا من البعض الآخر لنفس المفصل. مفصل الفخذ قد يكون أكثر اتساعا عند شخص عن شخص آخر. السبب يرجع إلى هنا بقى، مش بس العظم، لا، العظم خلاص تقريبا واحد، درجة مرونة الأربطة تسمح بتمددها. فأنت ممكن يكون العظم يسمح لك بأنك تتمدد، لكن الرباط مش مرن فما سمحلكش بأنك تتمدد بالمادة اللي أنت بتحتاجه. عشان كده لما أقول لك افتح رجليك وحاول تنزل على الأرض، بعضنا بيقدر
وبعدين على بعد 10 سم ويقف، وبعدين على بعد 15 سم ويقف، وهكذا. ده مش بسبب شكل العظم، كلنا شكل عظمنا واحد، ده بيختلف لمين؟ بيختلف لدرجة المرونة. فلاعبة الجمباز من حقها تعمل كل اللي هي عايزاه. ليه؟ لأنها تملك أربطة على درجة عالية من المرونة اكتسبتها بالتدريب. وفي واحد ما بيمارسش الرياضة، وبالتالي ما اكتسبتش الأربطة درجة المرونة الكافية، عشان كده كانت حركة المفاصل عنده أقل اتساعا من حركة مفصل لشخص آخر. يبقى المرونة تسمح لك بالحركة، هي اللي حددت حركة العظام في اتجاهات مختلفة. طيب عندنا الأربطة لازم تلائم وظيفتها، الملائمة الوظيفية للأربطة لازم يكون من نسيج ضام. لما أسأل إيه مدى أهمية أن تكون نسيج ضام ليفي، نسيج الضام هنا بيكون نسيج قوي، يبقى تتميز الأربطة بمتانتها القوية حتى لا تتعرض للتمزق بسهولة. كل أربطتنا ما شاء الله قوية ما بتتمزقش بسهولة. اتنين، لازم تكون فيها درجة عالية من المرونة اللي أنا كنت بحكي عليها من شوية، عشان تتحمل الضغط الواقع عليها، دي نمرة واحد، فما تتقطعش، وعشان تسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة ويتحرك المفصل زي ما أنا عايز. يبقى المرونة والقوة والمتانة، متينة وقوية حتى لا تتمزق، وعلى درجة عالية من المرونة عشان تتحمل الضغط من ناحية، وتتمدد من ناحية أخرى عشان تسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة. دي كانت الملائمة الوظيفية للأربطة. عندنا مثال هو رباط أو الأربطة في مفصل الركبة. مفصل الركبة بيكون عبارة عن الرسم، مش مطلوب منك ترسمه أنت في امتحان، دي عظمة الفخذ، وأنتوا عارفين أن عظمة الفخذ بتنتهي بنتوءين بهذا الشكل، يبقى ده النتوءات بتاعتها. لازم يكون العظم واخد شكل زي عظمة القصبة كده، ان هي يحصل تجانس بينها وبين عظمة الفخذ. فين الغضاريف؟ يبقى الطبقة اللي هتغطي العظم بتاع القصبة ده طبقة رقيقة شفاف، واللي هيغطي عظم الفخذ طبقة رقيقة وشفافة. طيب يبقى العظمة دي فخذ، والعظمة اللي تحتها قصبة، اشتركوا مع بعض، مين اللي بتقع أمامهم؟ عظمة الرطب. طيب لو حبيت أضيف عظمة الشظية، أهي عظمة الشظية، عظمة رفيعة بتلتحم مع عظمة القصبة من أعلى، لكنها ما شاركتش في المفصل، ما هيش التقت مع العظمة بتاعت الفخذ، لكن في أربطة. أول حاجة باخد بالي منها، هذا السائل الذي يوجد بين العظمتين وبعضهم، السائل ده اسمه السائل الايه؟ الزلالي. نشوف الأربطة اللي بتصل ما بينهم وبين بعضهم. ادي رباط يصل ما بين مين ومين؟ الرباط يصل بين عظمة الفخذ وبين عظمة الشظية، ده رباط. وادي رباط يصل بين عظمة، وعلى درجة عالية من المنون، الفخذ والقصبة، ادي الرباط التاني. وفي رباط بيربط بين عظمة الفخذ ومن الامام بعظمة القصبة، يبقى عندي رباط بهذا الشكل على شكل حرف اكس او على شكل صليب. تمام، ناخد مريهان مع الرسم كده من الغربية. انا مريهان ولا ايه بقى؟ مريهان اسمعيني بس من التلفزيون، بس اسمعيني اسف من التليفون، ماشي، وقولي لي بقى ايه اسئلتك، وبعدين نرجع تاني لمفصل الركبة وتشاركيني فيه. قولي لي استاذ، استاذ وطي التلفزيون شويه. وطي امان.
هو بيقول كم عدد تجاويف الجسم؟ تجاويف الجسم مش مطلوبه منك، تجاويف الجسم كلها مش مطلوبه منك. ليه؟ في تجاويف انت ما ذكرناهاش خالص، احنا بنشرح في الكتاب. ما هو انا قصدي على كده، هو لو قال لك تجاويف اللي هو الهيكل الطرفي ده سهل جدا نستنتجه من الكلام. انت عندك كام تجويف؟ عندك التجويف الاروح، كام تجويف اروح؟ اثنين. وعندك التجويف الحلقي اثنين، واحد في الحزام الصدري والتاني في الحزام الحوضي، مش كده؟ اه. وعندك اعلى عظمة الزن تجويف يستقر فيه نصا في الكتاب، تجويف يستقر فيه النتوء الداخلي. اذا كمان اثنين دول اللي انت مطالبة بيهم فقط، وغير ذلك انت مش مطالبة بأي حاجة. ماشي. اصل هو كان بيقول ان عظام الجمجمة بتلتحم وبتديني تجويف بيستقر في المخ، فانا كنت بسأل هو لا التجويف في ده فرق بين التجويف الداخلي للعظام، في فرق بين التجويف الخارجي للعظام، في فرق بين تجويف صنع لحماية المخ ده علبة مش مجرد تجويف، في فرق بين تجويف عظمة لوح الكتف يستقر في رأس عظمة العضد عشان يصنع مفصل، ده فرق. لا ده حاجة وده حاجة، ملناش علاقة خالص ببعض. لا يقارن تجويف صنعه عظام الجمجمة، هو ليس بتجويف قد ما هو علبة عظمية علشان يبقى فيها المخ للحماية، مش عشان تصنع به مفاصل. ماشي كده؟ ماشي. عندك اي تساؤل؟ اه معلش، في سؤالين اتنين في الهرمونين، انا ما رضيتش اتصل من اول الحلقه عشان زمايلي التانيين. طيب ممكن نخليهم مع الحلقه القادمه. بس انا معلش انا عايزاه ضروري. طب قولي يا ستي. بيقول غدتان لا جنسيتان، غدتان لا جنسيتان، لا جنسيتان تعملان على افراز هرمونات جنسيه في الجسم، هرمونات جنسية في الجسم. احنا عندنا الهرمونات الجنسية بتفرز من مكانين، المكان الاول هو المناسل، سواء كان المبيض في المرأة او الخصية، سواء كانت الخصية في ذكر الانسان، ودي المناسل الاساسية. وايضا ما ننساش ان احنا عندنا قشرة الغدة القضرية بتفرز هرمونات مشابهة للغدة، بتفرز هرمونات تشبه الهرمونات الاستروجين، وسواء كانت بقى الذكرية او الانثوية، وهي تشارك ايضا في ظهور مظاهر البلوغ على كل من الذكر والانثى. دي هي الغدة اللي بيسموها غدتان، اللي هي الغدتان القضريتان، بس مش الغدة القضرية بكاملها، لا قشرة الغدة. يبقى يقصد بيها الغدتان القذريتان، وتحديدا قشرة كل غدة منها. انا لما شفت غدتان قلت يبقى هو عايز قشرة الغدة القذرية ومعاها واحدة ثانية. لا هو اصل انت عندك كام غدة قذرية في جسمك؟ اثنين بس، يعني كان يقصد كده. مفيش غدة تانية بتلعب دور جنسي الا بعد كده بقى عند المرأة، قد تكون المشيمة في مرحلة من مراحل الحمل تفرز لها هرمون البروجسترون، والبروجسترون هرمون جنسي. انت فهماني؟ لكن المشيمة ليست بغدة، ولكنها نسيج غدي، يعني نسيج يعمل عمل الغدة، لكنها ليست غدة لانها مؤقتة وليست دائمة. المشيمة مش موجودة على طول، عشان كده لما كان بيقول لك غدتان كان يقصد بهما الغدتان القذريتان. اشكرك. نروح بقى الأربطة بتاعت مفصل الركبة بسرعة، ونقول ده عظم الفخذ، ده القصبة، دي الشظية، وعندي بقى الأربطة. أبدأ أكتب أسماء الأربطة. الرباط اللي هو ناحية الخارج بنسميه رباط جانبي، لكن اللي هو مع الشظية، لكن اللي مع القصبة للداخل بنسميه رباط وسطي، اللي ماشي كده من أعلى تحت عظمة الرطفة ده رباط صليبي أمامي، والتاني ده اسمه رباط صليبي خلفي، ده بعد الأمامي للداخل. السائل ده سائل نقدر نقول عليه سائل زلالي، واللي بالأحمر ده والأحمر ده
دي غضاريف، يبقى مفصل الركبة مفصل زلال. يبقى مفصل الركبة فيه كام رباط؟ في 4 أربطة في كل مفصل من مفصلي الركبة. أسمائهم مطلوبة، بتصل بين مين ومين؟ مطلوبة. فقراءة الرسم مهارة. فالرباط الذي يربط بين عظمة الفخذ وعظمة القصبة بيكون للداخل، فهو رباط وسطي. بينما اللي بيربط بين عظمة الفخذ وعظمة الشظية للخارج فهو عظام أو رباط جانبي. ثم رباطين اسمهم أربطة صليبية، عدد الأربطة في مفصل الركبة 4. لو حدث مشكلة في مفصل الركبة، التواء في مفصل الركبة، إيه اللي ممكن يحصل؟ قد يؤدي ذلك إلى قطع في الرباط أو أربطة مفصل الركبة. عندنا الأوتار. الوتر يختلف عن الرباط في إيه؟ مش في إنه كلاهما نسيج ضام، ده بالعكس، ده وجه تشابه. وجه التشابه إن كلاهما نسيج ضام، وجه التشابه كلاهما نسيج قوي. أهميته الأوتار تعمل على ربط العضلات بالعظام عند المفاصل بما يسمح بالحركة لما تنقبض العضلة أو تنبسط. يبقى أنت علشان يتحرك العظام عند المفاصل لازم تنقبض العضلة وتنبسط. طب ما هي العضلة أما تيجي تنقبض وتقل في الطول وبعدين تنبسط وتطول، لازم تكون على اتصال بالعظم عشان تشده ليها أو تخليه يرجع لوضعه الأصلي. يبقى الرباط غير الوتر. فالرباط يصل بين العظام وبعضها، بينما الوتر يصل ما بين أو يربط ما بين العظم والعضلة. أحد طرفي الوتر عظم والطرف الآخر بيكون مع العضلة. طيب عندنا أربطة زي عندنا أوتار زي وتر آخل. وتر آخل بيصل بين مين ومين؟ بيصل بين عضلة الخلفية وعظم الكعب، بين عضلة خلفية وعظم الكعب. بيساعد على إيه؟ إنه لما تنقبض العضلة التوأمية يتشد الوتر فيرفع الكعب عن الأرض فتحدث الحركة وتحدث المشي. قد يتعرض هذا الوتر إلى التمزق إذا حدث شد عضلي قوي ومستمر لفترة طويلة، ممكن يؤثر على الوتر ويؤدي إلى تمزقه. تمام؟ الوتر بيربط بين عظم الكعب وبين العضلة التوأمية، ده وتر آخل. والوتر مش مرن عشان يسمح بالحركة أو بنقل الحركة من العضلة إلى العظم كي ترتفع عن الأرض فتحدث الحركة. إذا تعرض للتمزق في نوعين من التمزق، قد يكون التمزق كامل كلي قطع كلي، وده يستدعي تدخل جراحي وعملية جراحية لربط طرفي الوتر مرة ثانية. أو يكون القطع في الوتر قطع جزئي بس، باقي الوتر سليم، وده بيصاحبه التهابات وبيبقى مؤلم جدا. عشان كده العلاج المرة دي مختلف، لازم يكون كبيرة ولازم يصاحبها راحة ولازم ياخد مسكنات للألم لأن الألم محدة جدا، بالإضافة لمضادات الالتهاب. أعراض هذه الحالة بتبان لما بيكون في ألم جامد جدا عند هذا الوتر، بالإضافة إلى صعوبة الحركة وثقل في رفع القدم عن الأرض أو تحديدا الكعب عن الأرض. دي كانت مكونات الجهاز الهيكلي في الإنسان. والحصة القادمة سيكون موضوعنا إن شاء الله عن الحركة. إن شاء الله المرة القادمة هيكون في مجموعة أسئلة متنوعة على الدعامة عشان نشوف أنتوا قدرتوا تستفيدوا من الدعامة في النبات والإنسان قبل ما نكون بداية الحركة. أول 10 دقائق في بداية الحلقة القادمة مجموعة أسئلة متنوعة مختلفة على الدعامة في النبات وفي الإنسان، ونبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله بموضوع الحركة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.